بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كايرو دار. كنا بنتكلم عن نص غربة وحنين لاحمد شوقي، ووصلنا لحد البيت اللي بيقول فيه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي. واتكلمت عن النقد الموجه للشاعر، واتكلمت كمان ان الشاعر ممكن يكونش عنه نقد، او اعتبرنا كلمه الخلد استعاره تصريحيه. لما شيء يقول لي نازعتني، وما زلنا بنحلل مظاهر الجمال، ونازعتني اليه، شايف الصراع النفسي اللي جوه احمد شوقي هو موجود في الاندلس؟ الشاعر عايز في صراع نفسي، فنفسه بتنزعه، بتشتاق الى الوطن، فجاءت كلمه نازعتني عشان تعبر عن مين؟ عن هذا الصراع النفسي اللي الشاعر بيحياه وهو بعيد عن مين؟ بعيد عن الوطن. نازعتني اليه في الخلد نفسي، ركز كده، نازعتني اليه في الخلد نفسي، نازعتني نفسي اليه. ده عمل هنا تقديم وتاخير، ده قدم الجر والموجوده تقديم بلاغي. قال لي عشان يفيد هنا مين؟ في التخصيص وده متقدم. علمتك اكتر من مره ان الاشياء اللي بتتقدم بتفيد مين؟ كل تقديم بيفيد الاهتمام. فقول ان نازعتني اليه واقدم الجر والمجرور. على الفاعل مين؟ اللي هو كلمه نفسي، ان نازعتني، مين اللي نازعتني؟ نفسي، فنفسي مفعول فاعل. طب نازعتني في ايه مفعول به؟ الياء ضمير متصل مبني في محنظ مفعول به، يبقى الفعل نازع والمفعول الياء والفاعل كلمه نفسي، وهو قدم الجر مجرور اليه، فالتقديم عمل مين؟ عمل اهتمام، وفاد اهتمام متقدم، وعمل كمان تخصيص. طب كلمه شغلت عنه، انا مشغول، نازعتني اليه، يبقى انا عندي طباق بياكد مين؟ بياكد شده حب الشاعر لمين؟ للوطن. مش ملاحظ حاجه تانية؟ الشاعر لما قال ايه؟ وطني لو شغلت بالخلد نازعتني اليه في الخلد، كرر كلمه مين؟ الخلد. ودون عمل مين؟ دون اضاف يعني موسيقى جميله نتج عن مين؟ نتج عن تكرار كلمه الخلد، وما يحسه الشاعر موجود في مين؟ من جمال يعني الخلد ولذته. ومع كده ما قدرش ابدا في الجنه وهي جنه الخلد ينسى مين؟ ينسى حب مين؟ حب الوطن. مين وصل لحد البيت اللي بعد كده؟ وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمسي. انا عايز افهم معاني الكلمات. لما اقول وهفى بالفؤاد، هفى بالفؤاد يعني حركه وذهب اليه. الفؤاد اللي هو القلب، وجمع الفؤاد افئده. وهفى بالفؤاد في سلسبيل، سلسبيل دي اسم عين من عيون الماء موجوده في الجنه. جميل. لما قال الخلد في البيت اللي قبل كده وقال كلمه سلسبيل، يبقى الشاعر كده بيراعي الالفاظ اللي بيستخدمها. حلو الكلام، جميل. او ممكن تكون معناها الماء العذب. تجمع كلمه سلسبيل على سلاسب وسلاسب. وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ، الظمأ والعطش، عكس العطش الري او الارتواء. ظمأ للسواد من عين شمسي. السواد هو اللي حوالين المكان. جميل. مثلا من ريف وقرى وغير ذلك، ودي يقصد بيها ضواحي عين مين؟ ضواحي عين شمس. يبقى شوقي هنا عمل ايه؟ قال عدد من الكلمات، وفؤاد يعني حركه، سلسبيل الماء العذب، ظمأ العطش، للسواد الاحياء والاماكن الموجوده بالقرب مين؟ حوالين حي مين؟ حي عين شمس، وده موجود في القاهره. يبقى كده شوقي احنا عرفنا معاني الكلمات، نقدر نشرح مين؟ نشرح البيت. بيقول بقى هنا شوقي، بيقول لنا ايه؟ هو انا حاسس بظمأ شديد. طبعا هنا الظمأ مش ظمأ اللي هو العطش، ما هو كان ممكن يشرب، لا، هو يقصد بيه الحنين، الشوق الى الوطن. انا حاسس بظمأ شديد جدا لمصر، وعشان كده يا نفسي اشوف اماكنها اللي كنت عايش فيها، اماكنها واحيائها، ومنها حي مين؟ عش عين شمس، اللي عاش في الشعر فتره منين؟ فتره من الزمن. نوصل بعد كده لحد مظاهر مين؟ الجمال اللي موجوده في هذا البيت. اما اقول وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ، البيت كله يا اولاد فيه كنايه. طب كنايه عن مين؟ كنايه عن شده حب الشاعر للوطن ومدى شوقه لمين؟ لهذا الوطن. هفى بالفؤاد ظمأ، هو مين اللي حرك القلب؟ الظمأ. هو القلب بيتحرك؟ لا، يبقى دي استعاره مكنيه بتصور الفؤاد كانه مين؟ انسان يتحرك. جميل. طب الظمأ والشوق، وانت قلت لي شبه الشوق مش موجوده، بالظمأ موجوده، يعني حذف المشبه وساب المشبه به، يبقى عمل استعاره تصريحيه بتجعل الشوق للوطن ظمأ، عطش، وتوحينا بشده مين؟ بشده الاشواق واللهفه الى العوده الى الوطن. لما اقول وهفى بالفؤاد في سلسبيل، في سلسبيل ظمأ، الله، ده هي عمل تقديم وتاخير. قدم مين؟ قدم بالفؤاد في سلسبيل على كلمه مين؟ على الفاعل اللي هو كلمه مين؟ كلمه ظمأ، والتقديم يفيد التخصيص. طب سلسبيل عين ماء، وظمأ العطش، بينهم طباق يوضح مين؟ يوضح المعنى. للسواد من عين شمسي،
السواد احنا قلنا السواد اللي هي القرى والريف المحيط بالمكان، فيقصد حي عين شمس والاحياء او الاماكن المحيطه بمين؟ المحيطه بيها. لما اقرا البيت واقول للسواد من عين شمس، السواد من العين، يبقى انا كده قريت كلمه عين، لقيت ان هنا فيها توريه. ايه يعني ايه توريه؟ انا عندي معنى قريب غير مقصود، وعندي معنى بعيد وهو المقصود. لما قريت كلمه سواد وبعدها كلمه عين، ذهني انصرف لمين؟ لسواد العين. تمام. ولما بس ده مش المعنى المقصود، مش ده المعنى القريب غير المقصود، بس المعنى المقصود هو مين؟ يقصد الضواحي المحيطه بحي عين شمس. الله، يبقى كده السواد من عين شمس. التوريه يا استاذ هي توريه بعيده قوي، يبقى هي متكلفه غير مقبوله. يبقى انا بقول انا ايه؟ ده محاسن بديعي نوعه توريه، وتوريه بتحرك الذهن. يبقى انا عندي السواد من عين شمس، قال لي ده محاسن بديعي نوعه توريه. المعنى القريب اللي رشحته كلمه السواد من عين، كلمه عين، قصدت السواد اللي موجود في العين، بس ده المعنى القريب غير المقصود. والمعنى بينه المقصود هو مين؟ ضواحي عين شمس. والتورية، ايه رايك في التوريه؟ توريه غامضه ومتكلفه. نوصل بعد كده للبيت الاخير في نص احمد شوقي اللي بيقول فيه ايه؟ شهد الله لم يغب عن جفون شخصه ساعه ولم يخلو حسي. شوقي عايز يقول لك ربنا عالم، صوره الوطن عمرها ما فرقت عيني ابدا، ولا فرقت عيني ولا قلبي. جميل، في لحظه من اللحظات. جميل، طب ما تيجي نفهم معايا كلمه الاول. لما اقول شهد الله، اي علم، لم يغب عن جفون شخصه، يقصد بشخصه الوطن، وتجمع كلمه شخصه على اشخاص وعلى شخوص. ولم يخلو يعني لم يفرغ حسي، الحس هو نوع معنى الادراك. لما اجي اقول بعد كده بقى انا فهمت المعاني، هو عايز يقول لي هنا ايه؟ ولماذا يجعل الشاعر ان الله شاهد على هذا الامر؟ هو عايز يقول لك ربنا شاهد وربنا مطلع وعليم، ان صوت الوطن دايما عايشه جوايا، ما فقتنيش ابدا، لم تغب عن عيوني لحظه واحد. جميل، ومشاعري ما هديتش ولا مره من حيل مين؟ للوطن، ولا في لحظه من اللحظات ولا في ساعه من الساعات. فالوطن يعيش امام البصر والبصيره. البصر قدره على الرؤيه، والبصيره هي يعني قوه على الادراك. فالوطن عايش جوايا وعايش فين، وصورته ما فرقتش مين؟ ما فرقتش عليا. يبقى الشاعر في البيت ده بيقول ايه؟ ان الوطن ربنا شاهد صورة الوطن، ولم تغب عن عيني ابدا، ومشاعري لم تهدأ في لحظه من اللحظات، حاليا الى مين؟ الى الوطن. جميل، فالوطن امام العين وامام البصر وامام مين؟ وامام البصيره. نوصل لتحليل البيت. هذا البيت، شهد الله لم يغب عن جفوني. اما الشاعر يقول هنا ايه؟ شهد الله لم يغب عن جفوني. قدم الشاعر الجر والمجرور كلمه مين؟ عن جفوني، على الفاعل كلمه مين؟ شخصه. المفروض يقول ايه؟ لم يغب شخصه عن جفوني. اكيد اتعلمت معايا ان كل تقديم بيفيد مين؟ بيفيد الاهتمام. يبقى حلو قوي، قدم الشاعر عن جفوني على الفاعل شخصه، ده فاعل مين؟ يغب. لم يغب شخصه عن جفوني، هو قال ايه؟ لم يغب عن جفوني شخصه، فالتقديم يفيد مين؟ يفيد التخصيص. البيت كله هو كنايه، مش ملاحظ البيوت الاخيره في النص كنايات كثيره؟ الشاعر بيقدم لك دلائل على شدة حبه لمين؟ للوطن. وبالفعل هو كناية عن شدة حب الشاعر لمين؟ للوطن. وفكرك مرة تانية ان الكناية ايه سر جمالها؟ الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل في ايجاز وتجسيم. والكناية دي بتبرز مين؟ تبرز القيمة الفنية بقى لليمين، ابراز شدة حب الشاعر لمين؟ للوطن. اقول شهد الله، انا صادق، والله تعالى شاهد على مين؟ على ذلك. فشهد الله تعبير يوحي بالصدق، صدق الشاعر لمين؟ للوطن. الجفون، كلمة جفوني يقصد بالوطن ما غابش عن الجفون ولا العيون. طب ايه علاقة الجفن بالعين؟ ممكن اقول جفن، الجفن او الجفن. فانا عندي جفوني، عيوني، ده انا عندي لفظ موجود ومعنى مقصود، وبين الموجود والمقصود في علاقة تربطهم ببعض، بس مش علاقة التشابه. يبقى ده اسمه ايه يا استاذ؟ ايوه فكرني، مجاز مرسل. طب مجاز مرسل ايه بقى هنا؟ الجفن والعين، يبقى الاتنين مجاورين لبعض. او اللي هنا الجفن جزء من العين، يبقى ده جزئيه او مجاوره. فاقدر اقول هنا ايه؟ ده مجاز مرسل عن العيون. قال الجفون وقصد العيون، يبقى مجاز مرسل عن العيون. العلاقه بين الاثنين، قال لي المجاوره او مين؟ او الجزئيه. وسر جمال المجاز ايه يا اولاد؟ قال لي سر المجاز الايجاز والدقه في اختيار العلاقه في ايجاز وتكسير. وتعمل تحريك لمين؟ تحريك للذهن. لما اقول لم يغب شخصه، لم يغب شخصه هو الوطن شخص، بدي استعاره مكنيه، شخص الوطن بكانه مين؟ كانه انسان. ساعة، هو جاب كلمة مين؟ ساعة، وجاب هناك في التقليل
ولا مين ولا ساعة الوطن غاب عن مين، غاب عن جفوني. ولم يخلو حسي، لم يخلو حسي، الشاعر خلى الحس كأنه مكان ممكن يفرغ أو يخلو، يبقى هنا استعارة مكنية بتجسم مين، بتجسم الحس. والشاعر هنا حذف الجر والمجرور اللي هو مين، قال لي ولم، حذف هنا الجر المتعلق بالفعل يخلو للعلم مين، لم يخلو حسي به مثلا للعلم مين، للعلم به. لما الشاعر يجمع ما بين شخصه وحسه، أصل عايز يؤكد مين هنا، شد حبه للوطن، درجة استوت على مين، استوت على عينه أو على عينيه، على عينيه، وعلى مين، وعلى مشاعره. البيت الأخير ده يا أولاد فكر كده فيه كويس، خبر ولا إنشاء؟ لا ده خبري. طب هو خبري ليه؟ قال لي عشان يفيد شدة، بيقرر هنا، بيقرر إيه؟ شدة حب الشاعر للوطن. فنقول لي أسلوب خبري، غرضه هنا مين؟ إظهار شدة حب الشاعر لمين؟ لمصر. وآخر برضو بيتين مع اللي قبليه برضو كذلك، أسلوب خبري بتفيد مين؟ بتفيد التقرير. طب ليه الشاعر اختار الأسلوب الخبري وما اختارش مين، وما اختارش الأسلوب الإنشائي؟ اختار الأسلوب الخبري لأنه هو أنسب للتعبير هنا، اللي علشان بيعبر عن مين، عن حالته النفسية. والأسلوب الخبري هو أنسب الأساليب لتعبير حقائق. والحقيقة هنا مين؟ الشاعر مغترب وبيحب مين؟ بيحب الوطن، فبيأكد الفكرة وبيقررها ويرسخها في مين؟ يرسخها في الأذهان. بكده نكون خلصنا نص غربة وحنين، فاضل بس التعليق عليه. تناولنا النص كله بالشرح، مفردات، وقلنا مظاهر الجمال، وتبقى معنا التعليق، ولكن هيبقى في جزء تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.